في هذا الشهر كانت منافسة كبيرة بين المغرب وجنوب إفريقيا على واحد المنصب اللي مهم بزاف. هذا المنصب هو منصب رئاسة مجلس حقوق الإنسان. المنافسة بين جنوب إفريقيا والمغرب على هذا المنصب خلال أول مرة هذا المنصب يبقى خاوي لتقريبا سنة. فرا جنوب إفريقيا تهمت المغرب بأنه ما يستاهلش هذا المنصب حيتاش كيدير اختلالات وكيغش قضية الصحراء المغربية. وباش يتسلى هذا المشكل اللي بين المغرب وجنوب إفريقيا تدار التصويت، والمغرب ربح في هذا التصويت لواحد الدرجة اللي كبيرة. فرا 37 دولة صوتت على المغرب مقابل 17 دولة فقط هي اللي صوتت على جنوب إفريقيا. هذا إنجاز مهم للمغرب وأول مرة كيتدار، ولا السيد عمر زنيبر هو اللي تكلف بالرئاسة ديال هذه المهمة. مجلس حقوق الإنسان هو واحد الاجتماع اللي كيديروه كاع الدول المشاركة اللي العدد ديالها أكثر من 47 باش كيناقشوا فيه حقوق الإنسان وأهم الأحداث اللي كانت طرات في السنة اللي هما فيها، وكيحاكموا كيخرجوا أي دولة اللي خرقات قواعد حقوق الإنسان كما كانت روسيا خرجت من هذه المجموعة بسبب الحرب اللي كانت دارت ضد أوكرانيا. عدد المقاعد في هذا المجلس كيكون هو 47 وماشي كاع دول العالم، حيتاش كيوقع واحد الانتقاء، كاينين الدول اللي كتخرج وكاينين الدول اللي كتبغي تدخل وما كتقبلش. كيما المجلس وضع واحد القانون اللي ما كيخليهش ياخذ اكثر من واحد العدد في كل منطقه، يمكنش ياخذ واحد العدد ديال الدول لكل منطقه كاين العدد ديال الدول اللي خصو ياخذ، وحتى دوله ما يمكن لهاش تفوت 6 سنين وهي مشاركه.